قادرة أن أعتقد الأهم على صعيد مشكلة الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحديثه للرأي العام الإسرائيلي وللرأي العام الفلسطيني للحكومة الإسرائيلية بمكوناتها والحكومة الفلسطينية وأطراف الانقسام الفلسطيني كي تتضافر جهودهم وتوحد صفوفهم ودعوة الأحزاب الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في صياغة موقف داخلي يسعى من أجل السلام. تقدمت فرنسا بالمبادرة اللي حضرتك عارفها المبادرة الفرنسية واللي بحثنا جوانبها مع الرئيس أولند خلال زيارته في إبريل للقاهرة، ولكن للرفض الإسرائيلي لانشغالات كاري كما أذيع تأجلت فرنسا هذه المبادرة، وكان الموقف شديد الصعوبة، وبالتالي كانت مداخلة السيد الرئيس وحديثه المباشر للشعب وللحكومة الإسرائيلية أثره البالغ أولا على الصعيد الفلسطيني من حيث وقت الانقسام ومحاولة لم الصف نحو يعني جهود مستقبلية من أجل السلام ومخاطبة الرأي العام الإسرائيلي أننا بالسلام استطعنا ولمدة 40 عاما أن نثبت دعائمه في المنطقة، لم تطلق عن عمد رصاصة واحدة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، بمعنى أن السلام هو الأمان الوحيد والضامن الوحيد لمستقبل علاقات إسرائيل بالمنطقة. وبما أن مصر والرئيس السيسي بحكم ما له من إمكانيات كدولة كبرى ومن مصداقية وصدقية في الأداء والمعاملة، الجميع أظن استقبل هذه الدعوة بكل ترحيب، وأنا أعتقد المتابع للمشهد الداخلي الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم هيكون هناك مؤتمر لحزب العمل الإسرائيلي، وفي حديث أن حكومة وحدة وطنية إسرائيلية قد تشكل ويخش إسحاق هرتسوغ رئيس حزب العمل وزيرا للخارجية ضمن حكومة وحدة وطنية، وربما يعني هناك يعني بعض الأنباء التي تتواردها الصحف الإسرائيلية وغيرها عن إمكانية أن يأتي حتى نتنياهو وإسحاق هرتسوغ لزيارة القاهرة، وهنا يعني احنا مقدمين على قمة عربية وبنطرح رؤية مصرية. طيب في إطار المعلومات التي أوردتها الآن، البعض يرى أن الدعوة المصرية كانت مفاجئة إلى حد كبير وكانت في زيارة تقليدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لصعيد مصر لافتتاح إحدى محطات الكهرباء، رأيك في توقيت هذه الدعوة لم يكن لها حتى تمهيد؟ لا، الرئيس السيسي يمثل دولة هامة وكبرى وله مكانته ومصداقيته، وكل ما يأتي منه أو ما يصرح به له دلالاته يعني وأبعاده السياسية المؤثرة في المنطقة، وبالتالي هذه الدعوة هي أيضا تأخذ في حسبانها ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة وما تعبر عنه القضية الفلسطينية من أهمية مش بس لاستقرار الأوضاع في المنطقة، لكن أيضا إذا ما تم الاستقرار على منهج للسلام جديد تجتمع فيه الأطراف لتثبيت حل الدولتين هو يحمل في طيات هذه الدعوة. هذا السؤال تحديدا، نعم. لأن يعني البعض أيضا يعني بعض المحللين وحتى في الغرب رأوا أن مصر يعني حتى ليست في وضع جيد على الصعيد الاقتصادي، يعني حتى تهتم بشؤون غيرها ما زالت مصر تعاني أزمات اقتصادية منذ 5 سنوات، ويعني بدأت هذه الأزمات يعني تتصاعد في الفترة الأخيرة. سألتك تحديدا عن التوقيت لأن بعض المحللين رأوا أن يعني الدولة المصرية ليست في مرحلة اقتصادية تمكنها من الاهتمام بالشأن الخارجي. لا، أنا يعني الحقيقة عندي تحليل مختلف عن التحليل اللي حضرتك يعني نقلته عن بعض، أنا بعض المحللين طلعت، ولكن تعال أخذك للمشهد الدبلوماسي. في إبريل الماضي 8 رؤساء دول وحكومات وملوك بيزوروا القاهرة، العاهل السعودي، العاهل البحريني، الرئيس أولاند، زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية،
الرئيس محمد بن عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، الرئيس التوجولي، عديد من القادة زاروا. جون كيري نفسه زار القاهرة مش بس أمس، ولكن زارها أيضا في إبريل الماضي، يعني مرتين في قرب شهر واحد. يعني القاهرة تقاطعت فيها كافة الخطوط والتواصلات الدبلوماسية على أهمية هذه العاصمة. خلال هذه المباحثات لابد أن هناك حوار، كمان الرئيس محمود عباس كان في القاهرة في أبريل، وكان الحوار دائما يشمل قضايا المنطقة، سواء الليبية، الوضع في سوريا، مكافحة الإرهاب، القضية الأم وهي القضية الفلسطينية، كانت محور ارتكاز ونقطة أساسية في كافة هذه المحاور. إذن أنا بتكلم دلوقتي عن شق دبلوماسي تتحرك فيه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بفاعلية، وسيد سامح شكري بيشارك في فيينا في مؤتمرين أو في اجتماعين على قدر كبير جدا من الأهمية، دعم سوريا، مجموعة دعم سوريا، والاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا. إذا أخذنا هذا البعد السياسي في الاعتبار، إذن القاهرة هي مركز الحركة الدبلوماسية والتأثير وفي طرح الأفكار وتطويرها أيضا. إذا ما كانت المبادرة الفرنسية غير قادرة على الارتفاع، فهناك أفكار مصرية قادرة أيضا على طيب سنتحدث تحديدا عن الأطراف المصرية، خاصة فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني. هناك أزمة كبيرة مع أحد الأطراف وهو حركة حماس، التي وهي متهمة الآن بتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل المصري. بالطبع إحدى المحاكم أدانتها ومحكمة أخرى برأتها، ولكن حادث النائب العام يلقي بظلال من الشك على إمكانية نجاح المفاوضات مع تلك الحركة المتهمة حتى هذه اللحظة، أو متهم أفرادها أو تابعين لها بقتل النائب العام هشام بركات. طيب معنا، سنخرج من هذا الموضوع نعود إليه، ينضم إلينا من أثينا العاصمة اليونانية السيد شادي القليوبي، الصحفي والمحلل. مرحبا بك سيد شادي، وما هي آخر التفاصيل حول المجهودات الجارية للعثور على الطائرة المفقودة؟ أهلا وسهلا بكم، أنا اسمي شادي الأيوبي. شادي الأيوبي، عفوا للخطأ، ومرحبا بك. ويعني هل سمعت السؤال فيما يتعلق بالجهود المبذولة للعثور على الطائرة المفقودة؟ الآن ليس هناك تطورات سوى الذي تم الإعلان عنه، من أنه في الفترة الأخيرة تم العثور على قطعتين يعتقد أنهما تابعتان للطائرة المنكوبة، كما تم كذلك تداول بعض الصور التي شخصيا يعني لا استطيع يعني التأكيد إن كانت تابعة لهذا الحادث أم لا. تم يعني تداول صور لستر نجاة في منطقة بحرية غير واضح أين هي موجودة. هذه يعني باختصار يعني ممكن القول أن هذا آخر تطور، وطبعا هناك تنسيق بين الآن بين السلطات المصرية وبين السلطات اليونانية لاحتمال يعني وجود هذه يعني، لأن المنطقة التي سقطت فيها الطائرات تقع تقريبا على الحدود البحرية بين البلدين، وهناك يعني أنت تتحدث أنها سقطت، وهو أمر لم يعني لم يؤكده وزير الطيران المصري حتى الآن. كيف تناولت وسائل الإعلام اليونانية هذه الواقعة؟ هل تعتبرها يعني هل تتحدث عن سقوط طائرة؟ الجانب اليوناني يتحدث عن سقوط طائرة؟ يعني بالنسبة للجانب اليوناني يتحدث تقريبا عن أن الطائرة مفقودة أو الطائرة سقطت، طالما أنه وجد يعني أو تم العثور على هاتين على هذه القطع، نعم يعتبر أن الطائرة عمليا الآن سقطت، ويتم البحث الآن عن يعني ربما أحياء، أو ربما يتم البحث الآن عن يعني الضحايا وعن باقي أجزاء الطائرة. أين وجدت؟ في المياه الدولية أم في المياه الإقليمية اليونانية؟ يعني هل لديك أي معلومات؟ يعني خاصة أن الطائرة كما ذكر في وسائل الأعلام هي اختفت من على شاشات الرادار بعد دقيقتين من خروجها من المجال الجوي اليوناني.
نعم بالضبط، هذا ما يتم الحديث عنه. يتم الحديث عن أنه وجدت هذه القطع على حوالي 230 ميل بحري من جزيرة يعني جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية المعروفة. هذه المنطقة يعني بالتقريب نقول كما يعني استنادا إلى المعلومات من الجانب اليوناني حوالي 7 أميال ضمن المياه المصرية. طيب هذه معلومات الجانب اليوناني، هذه معلومات الجانب اليوناني يعني. نعم. هو يعتبر ان القطع التي عثر عليها في البحر بالقرب من جزيرة كريت اليونانية هي يعني هي قطع من الطائرة التي يتم البحث عنها حتى الآن. نعم صحيح، يعتبر نعم. ان هذه القطع تم العثور عليها حوالي على بعد حوالي 230 ميل من جزيرة كريت اليونانية، ويعتقد نعم. الجانب اليوناني أنها موجودة. دون طبعا الجانب اليوناني لا يدلي بتصريحات حول احتماليات أسباب هذه الحادثة. ليس هناك ترجيح ولا حتى يعني الحديث عن يعني دخول في فرضيات حول أسباب هذه المسألة يعني. نعم، شادي الأيوبي الصحفي والمحلل كنت معنا من أثينا، شكرا جزيلا لك. نعود إلى سيادة السفير محمد حجازي، وكنا نتحدث عن إمكانية الوساطة المصرية لبدء عملية سلام شاملة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكنا نتحدث عن أحد أطراف الصراع أو الخلاف الفلسطيني الداخلي وهي حركة حماس. هل ما يحدث على الساحة من تجاذبات مع هذه الحركة يؤهل لإجراء حوار معها بعد أن يعني على الأقل على صعيد الرأي العام المصري فهي حركة تعتبر على الأقل مناوئة؟ أظن مصر تفضل. يعني مصر ستبذل كل ما تستطيع لرأب الصدع الفلسطيني حتى مع هذا المشهد الداخلي الخاص بالتحقيقات في مقتل الشهيد النائب العام المصري. احنا في كل الأوقات همنا وشأننا الأساسي هو وضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح. وأعتقد أن الشأن الفلسطيني لن يستقيم ولن تستطيع فلسطين أو السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها دون مؤازرة كافة الفصائل الفلسطينية لجهدها في مرحلة بنعتقد أن هي تكون مرحلة هامة جدا في المفاوضات مع إسرائيل. فإحنا بنفصل حقيقة ما هو ثنائي وعلاقات تتصل بارتكاب جرائم على أرض الوطن لابد من عقاب أصحابها، وما بين القضية الفلسطينية ومسارها السياسي والاستراتيجي وتأثيره الأمني على ظروف المنطقة. أنا لما كنت ببدأ حديثي ردا على سؤالك بشأن هل مصر مؤهلة وهي تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية، بدأت حديثي وأنا مدرك لأبعاد سؤالك بإجابة على الجهد الدبلوماسي الشامل، العاصمة اللي هي بتستقبل 8 رؤساء، لأبين لك كيف أن القاهرة هي مركز الحراك الدبلوماسي والقادرة على صياغة كافة الأفكار عربيا وأوروبيا وأمريكيا في إطار مسؤول من دولة كبرى ومن رئيس يتمتع بمصداقية. ده الجزء الأول من إجابتي. الجزء الثاني يتعلق بظروفنا الاقتصادية. طبعا احنا عندنا ظروف اقتصادية ضغطة ولابد نعترف عندي أزمة دولار، لكن أنا بس برجع بالذاكرة، لو موسم سياحي واحد ناجح هيجيب لي 14 مليار دولار، أنا مديون خارجيا ب 24 مليار دولار حجم الدين الخارجي بتاعي حتى لو 36، يعني 3 مواسم سياحة. أنا في نفس الوقت كمان بأؤسس لاقتصاد المستقبل. خد بالك المرحلة دي هي مرحلة البناء، زي ما تكون بتبني عمارتك وبتأسس لها الأساسات، هنا أنت بتحفر وبتشقى. فإحنا في هذه المرحلة بالتحديد أنا بحفر 9 أنفاق تحت قناة السويس، بتاخد عرب سيارات وبتاخد قطارات وبتاخد مياه، بتخلق شرايين حياة بين الوطن الأم وسيناء. وكمان أنت بتعمل ريف مصري جديد، أنت مش بتستصلح 1.5 مليون فدان، أنت بتعمل ريف مصري جديد.